هاي غنيتي يا خليل. هاي غنيتك. وهلأ ميرنا كمان بتحبها. ميرنا؟ بكرة رح تتعرفي على كنتك. حتى عنوانه ببرلين بيعرفوه. وقالوا لي رح نبعت صورك. إذا بتخبري عنا ما رح نتركك. هدول مالهم بشر منو. الله لا يوفقهم. ما تاكلي هم، قربت الشرطة تمسكهم. لو ما كنتي متعاملة معهم أساساً ما كنتي عملتي كل هالمشاكل. يعني عم بكذب؟ كيف رح أقول إنها مظلومة؟ ماشي بهالشغلة مصدقة إنه ما دخلك، بس كان إلك علاقة معهم ما هيك؟ لكن كيف عرفوكي؟ مبينة قايمة وقاعدة معهم. ما هيك أمي؟ كيف يوسف رح ينسى؟ وكيف بده يصدقها؟ كل ما بيطلع فيها رح يتذكر. أصلاً قلت له ليوسف ينساني لأنه مستحيل أرجع ضره. خلي أملك بالله كبير يا بنتي. ميرنا أصرت إني إجي لعنده، ما كنت ناوية إزعجها. خلص بلا غلاظة، من هلأ ورايح بعرف إني بقيت لوحدي وحضرت حالي لهالشي. لا حبيبتي مانك لحالك، انطري شوي كل شي رح يزبط أنا متأكدة. نامي ماما نامي، بس رح رد على التليفون. أيوة زاهر. شو عم تعمل خليل؟ شو صار؟ ما في شي، بس حبيت أحكي معك. زاهر؟ زاهر؟ شو صار زاهر؟ بعتي لي صور على التليفون يا خليل. كيف؟ بعتي لي صور مش على ليلى. لا يا الله، لأنه خبرت الشرطة بعتوا لك الصور. خبيت عن أخي وبالزور لحتى طلعت هلا بالبيت. منيح لي ما بعتون لإله. يمكن بعتين له، والله ما بعرف. لأنه بعد ما حكى مع ليلى من عصبيته خبط التليفون بالأرض. أكيد بعتين له كمان. لك الله يلعن هالمرة، شو عملت لنا مشاكل كتير بهالعيلة. زاهر ليك، أوعك تقول هالحكي. ليلى ما لازم، هالبنت نصبوا لها فخ. حل عنا بقى، إذا بتقلي فخ وما فخ يا انت، بس لو شفت الصور. زاهر زاهر طول بالك، وعم قلك هدول هن هيك بدون، هن بدون ينتقموا من ليلى. لو سمحت ما بدنا نحقق لهم هدفهم. روق وفهمني بقى اخي، كتير وضعه سيء خليل، كتير وضعه سيء والله. لما بتطلع فيه بيجي لجن يا ليك. رحتوا لحتى تهدوا ما هيك؟ اصحك تنسى ولا تكبر الامور اكتر من هيك. لو شفتم بارح كيف هسر هو على البار.